والبلطجية لهم أحيانا شرف، والبلطجية أحيانا لهم كرامة، والبلطجية أحيانا لهم قواعد. أما هذه الأجهزة التابعة للعصابات همها الوحيد هو عبادة الحاكم، همها الوحيد هو عبادة الحاكم في الداخل والحاكم في الخارج، لأن هذه الأنظمة في واقع الأمر هي أنظمة مفروضة على شعوبها، ليس فقط بهذه العصابات الداخلية ولكن بقرار غربي خارجي. هذا مش موضوعنا، لكن نعم هذا مش موضوعنا، لكن هو مترابط. الترابط هو أن هذه العصابات الآن يقول لك ماذا تريد من الجزائر؟ أنت لا تعرف أن هؤلاء هم الذين حطموا الجزائر وألغوا انتخابات جرت باعتراف العالم وباعترافهم هم. طب ألم يحاربوا الإرهابيين في الجزائر؟ أجهزة الأمن صنعوهم. هل تستطيع أن تنكر أن لولا خدمات أجهزة الأمن، لولا أفعالهم العظيمة لراحت الجزائر ب60 ألف داهية؟ لماذا تريد أن تحاكم أجهزة الأمن؟ صنعوهم. ها هو أحد الكبار الجنرالات كمال عبد الرحمن ممن صنع الجماعات الإسلامية المسلحة. نعم كانت هناك مجموعات اعتقدت أنها تكافح أو تدافع عن حقها، لكنها أخطأت في ذلك، نعتقد أنها أخطأت في ذلك، لكن ها هم الذين صنعوا. هذا القول ليس من عندي، من عند عقداء سابقين في المخابرات. هذا الرجل كان جنرال، هذا رجل صنع، كان مخابرات، صنع الجماعات الإسلامية المسلحة صناعة 90% منها صنعها صناعة. وهذا الرجل الذي لا يعرفه أغلبية العالم قائد المخابرات الجزائرية من سنة 90 لم يتغير، كل ما هناك زاد رتبا من عقيد إلى فريق بعد أن هدم الجزائر. محمد مديان المدعو التوفيق أزاح 5 رؤساء و15 رئيس حكومة ولا أدري كم من وزير ولم يغير شيء. هؤلاء هي الأجهزة الأمنية، وهذا وغيره والقائمة طويلة. هذا الذي يقوم الآن بالتجارة في دول خليجية ويزور دول خليجية ويتسكع في دول خليجية، ذبح عشرات الآلاف من الجزائريين، واسمه محمد العماري، كان مجرد ضابط وكان يوما ما داخل الجيش الفرنسي يقاتل الثورة الجزائرية، ثم أصبح قائد للجيش وأعلى رتبة سنة 94 وغيره. بس هذا يعتبر وهذا خالد نزار، والقائمة طويلة، القائمة طويلة. هذا افتراء يا سيدي، ولا يمكن أن تفتري على الناس بهذه الطريقة. يعني كيف يكون افتراء؟ يعني تريد أن تقول أن... دعني أكمل من فضلك. كيف يكون افتراء عندما يعرفهم الناس ويعلمون أن هؤلاء هم الذين حطموا جزائر شهداء جزائر الثورة وحولوها الآن؟ هذا في الجزائر وضع خاص، عصابات ليس وضع خاص. ينطبق الأمر على العالم العربي، ينطبق عليهم جميعا وإن اختلفت النسب والمستويات حقيقة. طيب. لكن ينطبق عليهم جميعا. كيف ينطبق عليهم؟ لأنه نفس العقلية، نفس التفكير. التعذيب سياسة استراتيجية حكم. التعذيب في بلداننا، مع أن أول مادة من قانون التعذيب أو تندد بذلك، لكن أصبح التعذيب في بلداننا استراتيجية حكم وسياسة حاكم، والمستبد يفرح وهؤلاء يقدمون له الأوضاع، مثل ما يقول أخونا على أن الأمور ناصعة وبيضاء إلى آخره. أوطاننا تغرق، وإن لم تفق هذه الشعوب ستجد أنفسها ليس كالسلطة. خلينا بموضوع محاكمة الأجهزة الأمنية والأرجنتين كي لا نخرج عن الموضوع كثيرا. ليس فقط الأرجنتين، في الشيلي هذا بينوشي، مع أنه صنع المعجزة الاقتصادية الأرجنتينية، ولكن لو أنه انقلب على في 73 على اللندي، عاد الشعب الشيلي وظل وراءه وحاكم أجهزته ونزع عليه العفو، وظل ومات وهو يذهب من قسم بوليس إلى قسم بوليس ومن قضاء إلى قضاء في التحقيق. غيره. وجنوب إفريقيا وما أدراك ما جنوب إفريقيا، تحول الأمر من دولة عنصرية إلى دولة الأفارقة بعد أن أنشأوا فعلا حقيقة لجنة حقيقة، وليس كالمغرب. بس محمد عربي زيتوت في جنوب أفريقيا لم يحاكموا أجهزة الأمن وضباط المخابرات فقط، أتوا بهم ليعترفوا بجرائمهم فقط، لم يحاكموا. وضعوا لهم 3 شروط. الشرط الأول أن تعترف بجرائمك. الشرط الثاني أن تملئ استمارة وتكتب عليها ذلك. الشرط الثالث أن لا تكتم أي شيء. والذين رفضوا مروا على التحقيق القضائي. طيب. هناك شروط للمصالحات. طيب. المصالحات التي يقولون عنها ويتحدثون عنها في بلداننا هي مخادعات، هي كذب،